يظهر لي اللي ملي احتفلت بالخمسين سنة وليت تقولش عليك هكا رايدة شوية، أنا مستانسة بيك اللي أنت أكثر هكا نجم تعطيني به. بالعكس حتى عمري يسمح لي تو باش نكون في الانجاجمون افيك افيك يعني إلى حد كوني نكون تيتو. عمرك يسمح لك، عمرك يسمح لك باش تكون في الانجاجمون، لكن عمرك اسكو يسمح لك باش تكون في الوضعية هذه؟ كانت تعاود نرجع للروبريك، كانت تعاود نعاودها وباش نعاودها بينتو. انا نقول ما عنديش اغنيه وما عنديش عمل جديد، انا في العاده وسنست التوانسه والناس اللي شقال الاخر تصنع الماء العكر وتصطاد فيه. انا مهمتي تحريك السواكن ومسان التراكن، مازالوا برشا حير كما كان. انت هنا حركت السواكن والمواكن وحركت زاد المشاعر وحركت برشا حاجه تخنيه. خاطر شوف المشاعر سر الحياة، لولا المشاعر لما كنا أنا وأنت في هذا الواحد. إذا كنت جاوبني على سؤال هذايا، العمل هذايا أنت تراه زاد فيك ولا نقص منك؟ زاد فيك. كيفاش؟ واحدة المرأة هذيك أحييها، نجلة علاقتك بها شنيا؟ نجلة طيبة جدا جدا وأخوات. حيوها نجلة بارلمان، حيوها. دونك نحن نجمو نعاودو نشوفوك مره اخرى في عمل مع هذا. أيه وموجود العمل الثاني اللي كان مشي تسجل مع هذه مازال وتحت. وعلاش الطاوله تسجل؟ ايش انا غالي شوي والغالي سمو فيه، دونك نخلص سينو نقعد نغني وانا ناكل في الحلال في الدار وما بيعرفش. علاش نجله ما تهونش على خدمتها؟ بالنسبه لي انا ضر لها غالي سمو. اي ما توا نجله قاعده تنتج وقاعدين نشوفوا فيها، خرجت كليب جديد بيك ماما وقاعدين نشوفوا فيها اللي هي تصرف برشا على خاطر الكليب، تقنيات حلوين برشا، لبسه حلوه. بون سي فغي عملت البؤس، فما شكون يعجبو فما شكون ما يعجبوش، لكن الصوره جماليه الصوره موجوده. وكتب لها سي المهف وزاد هو اللي عمل لها الماستير وعمل لها التسجيل وعمل لها التوزيع وعمل لها كل شيء. دونك راه فيها انا قاعده تهون، معناتها تكون انت تهون مع سي المهف. انا باش ندافع على نجاحي مع نجل. ايه بكل حب. لا انا نسال فيك على كيفاش، معناتها هي تهون في الفلوس، معك انت ما تهونش؟ لا لا، بالنسبه لي انا الربا اللي قاعد تصرف فيه هو يسوى غنيتي انا. وهي تعرف وانت تعرف سوني قداش. لا ما عنديش فكره. قالها ديكلار على 10000 دينار. قالها 10000 دينار. لكن احنا نحب نسال نجله وبكل حب ونعاودها ونقولها نجله ناجحه تبارك الله، الله واحد بارمي العشره الاولانيين في تونس، افيش تاد افيش اوكي. اما انا شيخ مش بشماتة، لا شيخ اللي نجلة بعد 4 سنوات جات من مصر أم الدنيا، 4 سنوات ما اكتشفتش روحها وما اكتشفوهاش الناس إلا من خلال اللي يخبش اللي يدبش، بعد اللي يخبش اللي يدبش وبكل فخر نجلة ما عملتش حتى غنية، عملت 10 ولا 15 أغنية ما نعرفش، أما اللي خذات أمبلور كبير واللي خلات نجلة تسوى تو هي الأغنية تاع الدلاجين. بلغتنا احنا ضربت الأغنية معايا أنا ضربت برشا. بعدي انا الحقيقه نتمنى النجاح واقل دليل اللي هي توا ناجحه، لكن ديما يرجع النجاح اللي خبش اللي جينو. انا هنايا راني باش نتبدل وما عادش نولي منشطه برشا، باش نرجع فنانه وباش نغير وباش نسيب الدلال نتاعي. لا تتبدل. اش بيك عمرك لا كتبت لي حتى غنايه؟